الركلة الأولى لفريق شعبان في المرمى. إذن وليد يسجل، وليد يسجل. إذن الركلة الثانية لشباب الجيل. إذن وليد يسجل في مرمى وليد الحكمي، وركلة مقابل لا شيء. الركلة الثانية على أحمد عمر. عمر على شبكة الركلة الثانية لشباب الجيل. هل يتألق فيها علي العامري ويصدها كما صد الأولى؟ علي العامري سجل هدف التعادل. إذن الركلة الثانية لشباب الجيل. الضربة الثانية للشعب أب. يبدو لي بسام الزهيري. بسام هل يزرع البسمة على جماهير شعب أب؟ بسام الزهيري. ركلة الترجيح الثانية لشعب أب. الزهيري وليد الحكمي وجها لوجه اللاعب الشاب والحارس الخبرة. الحكمي في المرمى في المرمى في المرمى. الركلة الثانية لشعب هاي لو ضعت خلاص، لو ضعت يلعب شعب بركلة ويعلن فوز شعب. إذا زاهر القليصي ومحمد علي ابو وعلي محمد علي ابو ومحمد ابو علي غالب اضاع ركلتي الترجيح لشباب الجيل. ويوسف محمد سلطان الركله الثالثه لو ضاعت خلاص. الركله الثالثه لشباب الجيل. هل يسجل منها يوسف؟ يوسف والعامري. يوسف في المرمى في المرمى. اذا الركله الاولى يوسف يسجل. أحمد الوجيه. الركلة الثالثة لشعب أب. أحمد الوجيه. الوجيه وليد الحكمي. هل يسجل أم تضيع؟ يعني لو ضاعت يعود الأمل للجيل مرة أخرى. أيوه يلا والشعب يفوز. ركلة الترجيح الثالثة لأحمد الوجي شعب أب. يلا ليسجل. اوه بالعرضة بالقيم بالقيم. الله أكبر عليك. شباب الجيل. الله أكبر عليك. ضاعت على أحمد الوجي في القائم الأيسر لشباب الجيل. إذا الركلة الرابعة لشباب الجيل. يبدو لي المدافع رقم 2 موسى محمد عبد الله. موسى الركلة الرابعة لشباب الجيل. ركلتين سجلا لشعب أب من 3 مقابل ركلة واحدة من 3 سجلت لشباب الجيل. إذا موسى محمد عبد الله والركلة الرابعة لو ضاعت خلاص. لو ضاعت في المرمى. إذا ركلتان مقابل ركلتان متعادلان. سليمان حزام. سليمان حزام يا ساتر اسمه. الركلة الرابعة لو ضاعت لتعادل الفريقان. سليمان حزام إن شاء الله في المرمى. أعصاب أعصاب ركلات الحظ الترجيحية دائما أعصاب. سليمان ووليد الحكمي. سليمان اللاعب الفنان سليمان. وليد وليد سليمان في المرمى. آخر ركلة لشباب الجيل. إذا 3 ركلات مقابل ركلتين لشعب أب. 3 من 4 وأرى ركلتين من 4 لشباب الجيل. وآخر ركلة ركنية حر ترجيحية لأنس الحداد المدافع الجيلاوي. هل ينجح أم يفشل؟
لو ضاعت خلاص انتهت، لو ضاعت خلاص. أعصاب أعصاب أنس وعلي العامري، أنس وعلي العامري، آخر ركلة لفريق شباب الجيل، آخر ركلة لفريق شباب الجيل في المرمى. إذن آخر، إذن الركلة الحاسمة لفريق شباب الحارس علي العامري. الخامسة والأخيرة لشعبيب الحاسمة والخامسة، هل يسجل منها علي العامري الحارس الشعباوي أم ينقذها وليد الحكمي وتعود المباراة إلى ويعود ركلات الترجيح ركلة لركلة؟ علي الحروي، علي الحروي، الحروي لعيب ممتاز وفنان، الحروي وامل شعبي اربع اجوال. برافو 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 علي الحروي، مبروك مبروك الف مبروك لشعبيب، مبروك علي الحروي، يسجل الركله الاخيره في شباك وليد الحكمي ويعلن رسميا عن هبوط شباب الجيل الى الدرجه الثانيه، ويعلن خبر سعيد ايضا عاجل الى جماهير شعبيب، عاجل الى جماهير شعبيب، البقاء بصعوبه بصعوبه بصعوبه. يتنفس الصعداء، يتنفس الصعداء العنيد، والبقاء في الدرجه الاولى. اذا خبر عاجل.